هم الجيش الأبيض في الصفوف الأمامية التي تواجه هذا العدو فيروس كورونا مواجهة مباشرة، ورغم أنه يتربص بهم إلا أنهم بقوا صامدين مكافحين في مواجهته، ودورنا أن نقف معهم ونشد من أزرهم، فهم الملاذ بعد الله لتجاوز هذه الجائحة. أتحدث عن الخطوط الدفاعية الأولى لمواجهة كورونا، وهم الكادر الصحي. وينضم إلي الآن عبر برنامج زوم الدكتور سامي اليامي، وهو استشاري الباطنية والصدرية والتليف الرئوي في وزارة الحرس الوطني. دكتور حياك الله معنا في أهلا. الله يحييكم، يا أهلا وسهلا فيكم أستاذ المشاهدين. دكتور، يعني الكل يمتن لما تقدمونه من أدوار حقيقة في مواجهة هذه الجائحة، لكن ودنا نسمع الصوت من الداخل من بداية كورونا إلى اليوم. كيف تقيس الوضع داخل المستشفيات ومواجهتكم لهذا الأمر من البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ بداية الجائحة ولله الحمد الدولة اتخذت، يعني نقدر نقول من أفضل ما اتخذته دولة من ناحية جميع الإجراءات التي من شأنها قللت الخسائر إلى أقل ما يمكن، من ناحية تنظيمية، من ناحية تجهيز، من ناحية استيعاب المرض وتقليل العدوى والحد من انتشارها. هذا أعطى جميع المستشفيات الفرصة للاستعداد بكل ما لديها من أجهزة وإدارة وكوادر للتصدي للمرض، وترون بشكل واضح وجلي أننا من أقل دول العالم ولله الحمد عدد وفيات، رغم الأعداد المصابة الكبيرة كما ترون في التقارير اليومية. هذه أعطت فرصة ممتازة لجميع المستشفيات لاستيعاب المرضى وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم، بغض النظر عن المفاضلة بين أحد وآخر، الجميع يحصل على جميع الرعاية الصحية مثله مثل الآخر، وذلك بسبب الاستعداد المبكر حقيقة الذي يشكر عليه جميع المسؤولين في جميع الدوائر الحكومية في البلد. فهذا أعطى فرصة ممتازة لجميع الكوادر الصحية في جميع المستشفيات بدون استثناء على تقديم أفضل الخدمات الصحية في جميع التخصصات، من أطباء، من ممرضين، من رعاية تنفسية، حتى أعطونا فرصة لعمل حتى تجهيزات ما قبل خروج المريض من ناحية علاج طبيعي، علاج وظيفي إلى آخره. طيب، كان لك تغريدة دكتور توصي فيها زملائك في الكادر الصحي بعدم التراخي أو التساهل مع موضوع كورونا كلما تقدم الوقت، وش الدافع كان لها التغريدة؟ صحيح، هذه تغريدة يعني كانت خاطرة مرت بي، يعني أو شيء مر بي حقيقة مع مرور الوقت وأثناء علاج المرضى والحالات الحرجة والضغط النفسي وطول مدة الشفتات. أحيانا يحس الممارس الصحي برغبة في تقديم الرعاية الصحية وينسى نفسه حقيقة، ويتراخى أحيانا في تقديم أو في اتخاذ بعض الإجراءات من ناحية ملابس الخاصة، من ناحية استغلال جميع الموارد اللي موجودة لديه للحفاظ على نفسه. يعني ويعني أنا أرى أن هذا شيء غير صحيح، المفروض أن يحافظ كل ممارس صحي في هذه الجائحة على نفسه، لأنه سلاح فعال نحتاجه من أجل تقليل الخسائر في هذه المواجهة الكبيرة على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع. ماذا عن العامل النفسي دكتور؟ يعني أنت قريب من الكادر الصحي اللي جالس يواجه كورونا اليوم، كيف تصفنا العامل النفسي لهم اليوم، أمس، قبله، من بداية كورونا؟ يعني الحمد لله كما ذكرت لكم ليس هناك ضغوط كبيرة من ناحية استيعاب المرضى، فالحمد لله الجميع يحصل على رعاية صحية، فهذا جعل الضغط النفسي على الممارسين الصحيين في المستشفيات أقل من نظيره في الدول الأخرى الذين لا يجدون مثلا أسرة أو أجهزة تنفس كافية لمرضاهم، ما يجعل الطبيب ينهار أحيانا عندما يرى مريض يموت أمامه ولا يستطيع أن يقدم له شيء. الحمد لله ليس لدينا هذا الشيء، يتبقى لدينا الضغط الناتج عن دعنا نقول كثرة الحالات الحرجة هذه الأيام، والذي يسيطر عليه الجميع الحمد لله بدافع
الرغبة في المساعدة ومنع الوفيات وتقليص الخسائر بقدر الإمكان. طيب، يمكن من الأشياء النفسية أو المجتمعية الكثيرة اللي تواجه اليوم اللي يتعاملون مع كورونا من الجانب الصحي، اللي هو ابتعادهم عن عائلاتهم كل هذه الفترة، نتحدث تقريبا عن 3 أشهر، وأنا أعرف أنه الغالبية يبتعدون تقريبا عن عائلاتهم ويأخذون سكن مستقل. كيف لمست تأثير هذا الموضوع؟ أنا عندي نظرة شخصية في هذا الأمر. تفضل. إذا اتخذ الممارس الصحي جميع الإجراءات الوقائية اللازمة الموصى بها من ناحية من المنظمات العالمية ومن وزارة الصحة ايه ومن السعودي سي دي سي، فلن يحتاج إن شاء الله إلى هذا الشيء. عن نفسي أنا كنت أداوم بشكل يومي بين مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة، وبعد ذلك أخرج، طبعا أتخذ جميع الإجراءات الوقائية. لما أخرج إلى بيتي لم أمتنع عن البقاء مع أهلي، أدخل البيت أغير ملابسي في الخارج، أضعها في سلة خاصة، أستحم أغير ملابسي وأبقى مع عائلتي. يعني مجرد زيادة الحرص كافي إن شاء الله لمنع هذا الشيء. يعني صحيح. انت دكتور، ما انت مع انه الطبيب اللي يواجه بشكل مباشر حالات كورونا او الممارس الصحي اجمالا انه يستقل بسكنه حتى لا ينقل اي عدوى للعائله، انت لست مع هذه الفكره؟ طبعا ليس هناك دراسة يعني وافية يعني تبين هل هذا الأمر أساسي ولا لا، ايه لكن ما لاحظته أنا وكثير من زملائي أنه لم يفعلوا هذا الشيء، ولم يحصل لهم أي شيء ولا لعوائلهم ولله الحمد. ايه يؤسفنا ما حصل مع ابنة الممرضة التي تفضلت بذكرها في بداية الحلقة ايه وتعازينا لها ولأسرتها الكريمة. لكن في الأساس إذا قام الجميع بعمل جميع الاتخاذات ايه والإجراءات التي وصت بها وزارة الصحة، جميع الممارسين الصحيين من ناحية الملابس، الكمامات الخاصة، الريسبيريتور الخاص، جميعها متوفرة في جميع مستشفيات المملكة ولله طيب الحمد، لن يحتاج أحد إلى الخوف لا على نفسه ولا على عائلته بإذن الله. الممرضة اللي كانت معنا اليوم الأستاذة رضية حالة يعني، بس معنا سبق وظهرت معنا أكثر من حالة من الممارسين الصحيين ونقلت العدوى إلى عائلاتهم، هذا صحيح ما يعطي مؤشر مخيف إلى حد ما للممارسين؟ لا لا، من ناحية الممارسين الصحيين أنا متأكد أن من حصلت له مثل هذه الحالات هي قضاء وقدر في البداية، لكن قد يكون هناك نوع من التقصير من ناحيتهم، نوع من التقصير، ولا نجعلهم لا يلوموا أنفسهم، ولكن ليحرصوا في الأيام القادمة على بذل قصارى جهدهم للاستفادة من جميع الوسائل والإجراءات التي وفرتها مستشفياتهم للحد من نقل العدوى لانفسهم ولعوائلهم. نعم يعني فاذا قاموا بها فهذه ان شاء الله كافيه. حتى في دراسه، اذا تسمح لي بشكل سريع، في طبعا دراسه طلعت عليها تفضل. مؤخرا ايطاليه نشرت في مايو عن اطباء عنايه مركزه في ايطاليا، تقريبا 45 طبيب باشروا حالات كورونا الحرجه، منها من وضعوا انابيب تنفس ومنهم من اخرجوا انابيب تنفس. جميعهم عند عمل المسحات بعد مرور 14 يوم كانت سلبيه. لم يحصل أي التهاب، وذلك لأنهم قاموا باتخاذ جميع التدابير الوقائية. لذلك أنا كانت هذه التغريدة يعني رجاء قوموا بكل التدابير الوقائية وستكونون بخير إن شاء الله. ما هو الإشكالية يا دكتور إنه الدراسات العالمية ومنظمة الصحة العالمية والجهات العالمية إجمالاً كل يوم عندهم خبر أحياناً يناقض ما قبله، يعني في موضوع كورونا، وهذا يحسسنا أننا فعلا ما زلنا أمام شيء مجهول بشكل كبير جدا. من هنا يجي الخوف فقط، يعني الخوف يعني من تضارب الأخبار، الخوف الخوف من كثرة الأخبار وتناقضها، أنه أنا اليوم ممكن أتبع إجراء طبي سليم معين أو وقائي خليني أقول في المجتمع وبكرة يجيني خبر ثاني. يعني هذا شهدناه مع الكمامة وشهدناه مع أشياء كثيرة. صحيح. الآن يعني كلما مرت الأيام، مرت الشهور، نصبح أكثر ثقة في إجراءاتنا وفي توصياتنا. الآن التوصيات بالكمامات يعني لا غبار عليها، الكمام أثبت أنه على مستوى المجتمع يقلل من أعداد الحالات، ونشهد الآن في الرياض يعني بشكل واضح أنه خلال أسابيع قليلة أو أيام قليلة حتى انخفضت الأعداد بشكل كبير بسبب التزام الجميع بالكمام والتباعد الاجتماعي. فيما يخص ايضا الاجراءات والاتخاذات، عفوا، التدابير الوقائيه التي يتخذها الممارس الصحي، كل التدابير اثبتت فاعليتها في منع انتقال العدوى.
يا رب. فينبغي على الجميع الالتزام بها. الله يحفظكم جميعا يا دكتورة. بستأذنك أخذ فاصل وأرجع أكمل معك بعد إذنك. الله يحييك. فاصل ومكملين. حياكم الله مجددا في هلا، ضيفي الدكتور سامي اليامي، ونتحدث عن مواجهة الكادر الصحي لفيروس كورونا في السعودية. دكتور أرحب فيك مجددا. إذا تسمح لي دكتور، من خلال عملكم من بداية كورونا حتى اليوم، وش تنقل لنا عن أغرب أو أبرز الحكايات اللي شهدتها في موضوع كورونا في داخل المستشفيات؟ والله كل يوم يعتبر حكاية، فالقصص كثيرة، لكن أكثر ما شدني مؤخرا، يمكن غرقت فيه حتى مؤخرا، كان قصة شفاء سيدة، يعني ممكن نقول ثاني أكبر سيدة مصابة في المملكة، عمرها 88 عام، وصلها الفيروس عن طريق عائلتها للأسف، ثم حصل معها نقص في الوعي، ثم غيبوبة، ولازمتها حرارة، فجيء بها للطوارئ، ثم دخلت العناية المركزة إلى فترة معينة، عمل معها جميع ما يعمل في مثل حالاتها من حالات كورونا الشديدة، والحمد لله تماثلت للشفاء تدريجيا، وأعتقد نهاية الأسبوع الماضي خرجت إلى أهلها الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله، في سلام الحمد لله. ما شاء الله، هي اللي المسنة في 88 من عمرها، كانت أكبر ثاني. نعم. مسنة الأكبر كم كان عمرها؟ أعتقد كان 102، اللي في الجبال أظن إذا ما كنت مخطئ يعني، أظن. نعم. طيب دكتور، بالنسبة للممارسين الصحيين اللي من بداية كورونا حتى اليوم، هل في التنسيق أو في العرف الطبي في شيء من الإجازات ممكن الواحد يأخذها لفترة ثم يعود، ولا أنتم مستمرين من بداية الجائحة إلى اليوم وإلى نهاية كورونا؟ لا طبعا، هي هذه مأخوذ بها في الحسبان طبعا، أنه لا يمكن أن يترك ممارس صحي لفترة أكثر من الموصى بها. في الغالب بحسب طول الشفت يحدد مدة أو عدد أيام العمل، مثلا من طول شفته يكون 8 ساعات، لا يعمل اكثر من اسبوعين متواصل. من كان الشفت عنده 12 ساعه يعمل عدد ايام اقل، لانه في الاخير لا نريد ان يصل احد الى الاحتراق الوظيفي، فنحن بحاجه الجميع لمواجهه هذه الجائحه، ويكونوا بكامل استعدادهم وبكامل صحتهم. في نقطه مهمه اذا تسمح لي قبل ان ننساها، كان في دراسة في أعتقد قبل شهر نشرت فيما يخص تساؤل الجهات الصحية، لماذا يموت أو لماذا يصاب بعض الممارسين الصحيين الشباب وتكون حالتهم سيئة ويتبادل ذلك إلى الوفاة رغم أنهم شباب وليس لديهم أمراض مزمنة. فكان هناك عدة نقاط أثيرت، من ضمنها أنهم بسبب قلة النوم التي تؤدي إلى ضعف المناعة لدى الجسم من ناحية الشد العصبي والنفسي، أيضا هذه تؤدي إلى نقص المناعة، وكذلك دعنا نقول زيادة التعداد الفيروسي لدى المرضى أو مرضى الحالات الحرجة. فهذه كلها يمكن حلها بشيئين، الشيء الأول أن يأخذ الممارس الصحي قسطا كافيا من الراحه ويهتم بصحته تماما ليستعد ويكون على تم الاستعداد. الشيء الثاني اتخاذ كما ذكرت الاتخاذات او الاجراءات الوقائيه للحد من نقل الفيروسات التي تكمن بعدد كبير لدى هؤلاء المرضى المصابين بحالات حرجه. نعم، هل يوجد متطوعين باعداد كبيره منضمين الى الكوادر الصحيه دكتور؟ هناك نعم جهات تستوعب المتطوعين، غالبا المتطوعين لا يعني يناط بهم الأعمال دعاية الحالات الحرجة، غالبا المستشفيات تقسم حالاتها أو تفرز حالاتها بين حرجة متوسطة وبسيطة. المتطوعين غالبا يستفاد منهم في النواحي التنظيمية أكثر من المباشرة العملية للحالات الطبية. في المستشفى الحرس الوطني الحمد لله الكوادر عندنا كافية ومكتملة، فلم نحتاج حتى الآن إلى
أي متطوعين للدخول في علاج مرضى كورونا. جميل. طيب لزملائك اللي موجودين في الكادر الصحي سواء في الحرس الوطني أو بقية القطاعات الصحية في السعودية، وش أهم الرسائل اللي تحب توجهها لهم عبر شاشة يا هلا؟ أولا أشكرهم على كل ما يقدمونه، ما قدموه وما يقدمونه وما سيقدمونه من أجل أهليهم المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تدهور حالتهم واحتياجهم إلى المستشفيات، وبعضهم احتياجه إلى الحالات الحرجة إلى العناية المركزة بسبب حالته الحرجة. فهم إن شاء الله مأجورون أولا من الله عز وجل على ما يقومون به ومن إنقاذ الأرواح. ثانيا كما ذكر سيدي خادم الحرمين في مجلس الوزراء قبل عدة أسابيع أنهم يثمنون لكل الممارسين الصحيين ما يقومون به، وهذا أيضا داعم نفسي كبير للجميع. النقطة الأخيرة أحب أقول لكم وأؤكد لكم أيها الممارسون الصحيون أنكم إذا قمتم باتخاذ جميع التدابير الموصى بها من قبل وزارة الصحة لحماية أنفسكم لن يحصل لكم أي مكروه بإذن الله ولا لأهليكم، ودمتم سالمين إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة للممارسين، بالنسبة للمجتمع ككل وش تقول لهم؟ وش أهم الرسائل اللي يجب أنها تصلهم؟ في الحرب على كورونا أو على أي جائحة هناك أمرين، الأمر الأول نمنع الحالات الجديدة، والأمر الثاني نقوم بعلاج من وصلته الإصابة. علاج من وصلت الإصابة نقوم به نحن، لكن عليكم الدور الأهم ألا تكونوا سبب في تكدس الحالات في مستشفياتنا بما قد يفوق طاقاتنا. نرجو التباعد الاجتماعي، نرجو لبس الكمام، نرجو عدم الخروج من الأساس إذا لم يكن هناك داعي أكيد للخروج. طيب دكتور، أنت كنت قريب من كثير من الحالات الحرجة، كيف تصير العلاقة بين أصحاب الحالات الحرجة وعائلاتهم أهاليهم؟ هل يستطيعون زيارتهم الاطمئنان عليهم بشكل قريب ولا لا؟ طبعا من الاتخاذات او الاجراءات الوقائيه اللي نتخذها في المستشفى لدينا وجميع المستشفيات في المملكه منع الزيارات حقيقه، ولكن البديل له يتم التواصل بشكل يومي مع عوائل المصابين وموافاتهم بالحاله بتفاصيلها حتى من اجل ان نطمنهم او نعطيهم الاخبار كما هي فيما يخص مرضاه. يصير تواصل هاتفي بينكم وبين اهالي اصحاب الحالات الحرجه. صحيح. طيب العدد اللي منقول داخل الأسر الآن كيف تصفه؟ يعني عدد بسيط كبير جيد لحالات العدوى، أتكلم الأسر. طبعا للأسف هو الفيروس سريع الانتشار، فإذا وصل إلى فرد من أفراد الأسرة في الغالب أنه ينتقل إلى أكثر من شخص. أغلب من يصابون بالفيروس، وهذا شيء يعرفه الجميع، يعني ذكر من قبل كثير أن 80% من الحالات لا تستدعي الرعاية الصحية، ولذلك أغلب من يصابون لن يحتاجوا إلى الرعاية الصحية، يحتاجوا إلى أن يعزلوا أنفسهم في البيوت. من يحتاجون الرعاية غالبا أقل من 20%، وغالبا هم من كبار السن أو من لديهم الأمراض المزمنة. ففي الغالب نعم، الإجابة على سؤالك نعم، يحصل الانتقال في العوائل كثير. طيب السؤال اللي يشغل كل سكان كوكب الأرض الآن، وخلنا نتكلم عن السعودية، إحنا إلى وين رايحين؟ كورونا إلى متى؟ إلى تلاشي إن شاء الله قريبا، إذا استمر الجميع طبعا بالإجراءات الوقائية في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. وإن شاء الله أن الحالات حتى الأعداد اللي تصل المستشفيات أرى أنها إن شاء الله في المستقبل القريب إلى تقلص، و إن شاء الله كما يعني سبقتنا بعض الدول في انتهاء الجائحة لديها قريبا إن شاء الله. يعني الآن توقع شخصي أن يكون يمكن مع الحج. الآن هي في تناقص حاليا، كان طبعا الآن اللي تشوفون عدد الوفيات اليوم والحالات الحرجة هي تبعات الأسبوع الماضي أو قبل 10 أيام، الحالات اللي كانت في الآلاف. فما ترونه من تقلص في عدد الحالات خاصة في الرياض الآن راح نشوف نتائجه بعد أسبوع تقريبا، وإن شاء الله في بقية المدن يكون الأعداد أقل كما هو حاصل في الرياض إن شاء الله، وتنتهي الجائحة قريبا إن شاء الله. يعني في الرياض الآن اللي يراجعونكم أو اللي يصابون أقل، أنتم اللي تستقبلونهم كمستشفى؟
حاليا الى اليوم لا لم يقل العدد، لاني كما ذكرت لك طيب ما يحصل ما نراهم اليوم، من نراهم في المستشفيات اليوم ايه هم من سجلوا قبل اسبوع او من كشف عنهم قبل اسبوع تقريبا، فبدات معهم الان الاعراض في اشتدادها. طيب لكن وش اللي تقوله اتوقع الى الحج يا دكتور؟ هذا اللي قلت، انه يمكن بعد موسم الحج ان شاء الله راح نكون وصلنا الى تحكم افضل بكثير، وان شاء الله انه لن يحصل اي مكروه خلال الحج، خصوصا مع تقليص عدد الحجاج، وانا متاكد انه سيكون هناك ايضا تدابير وقائيه كثيره ستتخذ، إيه؟ فان شاء الله ارى ان الحج سيكون من اروع ما يكون ان شاء الله. طيب أخيرا دكتور، العالم كله ينتظر إنتاج لقاح لهذا الوباء، جميل، وطلعت بعض الأخبار نعم الطبية، ويمكن في دكتور إيطالي تحدث أنه قد يتلاشى كورونا بلا لقاح، ما الذي تتوقعه بين الرأيين أنت شخصيا؟ أغلب من يتوقعون هم بناء على الفيروسات المشابهة لسارس إيه وميرس كوفيد اللي حصلت قبل سنين، حصل أنها اشتدت في مواسم معينة ثم تلاشت خلال أشهر، فأتمنى إن شاء الله أن لا نحتاج إلى اللقاحات إن شاء الله، خلال شهرين أو ثلاثة تكون هذه الأمنية وصلت لنا جميعا، لكن التوقع نعم من واقع علمي أتوقع وطبي هذا ما أتوقع إن شاء الله أن لن نحتاج إليها إن شاء الله لن نحتاج إلى لقاح وسيتلاشى من حاله مثل ما تلاشت غيره من الفيروسات بإذن الله، ولو حصل أن حصل كما يسمونها هذا البيك، يعني مع موسم الشتاء القادم مثلا، يتوقعون بعض الخبراء في الأوبئة أنه يحصل ارتفاع حاد آخر في الحالات، لن يكون بنفس الشدة وسيكون الجميع مستعدون له يعني إن شاء الله. طيب دكتور، يعني بهذا التفاؤل نختم معك هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا فيها. هلا، شكرا لكم. شكرا للدكتور سامي اليامي، وحقيقة التحية دائما وأبدا من بداية كورونا إلى اليوم لكل الكادر الصحي الموجودين، ليس في المملكة العربية السعودية فقط بل على مستوى العالم ككل، لأن هؤلاء كانوا خط الدفاع الأول، كانوا في المواجهة الأولى، كانوا في بدايات التعرض للعدوى للوباء، التعامل مع الحالات المصابة، ويمكن قد ما كنا نشعر بقيمتهم في المجتمعات شعرنا بها أكثر. فلكل ممارس صحي على مستوى هذا العالم شكرا جزيلا لك، وأتمنى أن نحتفي معك قريبا بتلاشي هذا الوباء وبانتهائه. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.